السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، الموضوع هو مزاد العملة أو بيع الدولار للمسافرين. طبعاً بيع الدولار للمسافرين به فساد جداً عظيم، وبه تهريب للدولار من قبل بعض السماسرة والشركات الصيرفة وبعض المنتفعين. شلون راح يصير هذا؟ هسه راح نستعرض بعض الصور اللي شفتها بأحد المنشورات. ناس جاي تسافر وجاي تستلم 30 ورقة، يسافر لمرة واحدة ويستلم مرة واحدة 30 دولار 30 ورقة العفو مرة واحدة. شركات الصيرفة بعدين تظل تستلم 20 مرة تستلم أو أكثر بالجواز اللي بقى عندهم، نسخة الجواز اللي بقت عندهم، وهاي صايرة هواي. وروحوا تابعوا، طلع مرة واحد بالرشيد بقناة الرشيد، على قناة الرشيد قال أنا سافرت مرة واحدة واستلمت مرة واحدة وإجيت أرد أستلم مرة ثانية. رجال تاجر قال إجيت أستلم، قالوا لي أنت مستلم. يابا منين مستلم؟ أنا ما مستلم، بس مرة واحدة ذاك الشهر استلمت، وهسه من حق أستلم، كل شهر إلي 30. قالوا لا مستلم. ما نعرف واحد مستلم بجوازه اللي هو نسخة من الجواز المصور. يعني إذا كانت عندك نسخة من جواز المصور وعندك صورة راح يستلمون بجوازك وانت قاعد عند أهلك. هذا من هو؟ السماسرة وشركات، بعض شركات السفر وبعض شركات الصيرفة يستلمون بجوازك وانت عند أهلك، ما تدري انت نايم عند أهلك وهم يستلمون بجوازك. مجرد تتوفر عندهم صورة جواز وصورة شخصية لك فقط ويروح يستلم. وهسه راح نستعرض بعض الصور انا وياكم ونشوف. يوم من الايام كنت بالناصرية، مريت على احد الصيرفات، لقيت ناس ملتمة ولقيت نسوان ولقيت شباب، فسألتهم يابا شكو؟ قالوا يابا يوزعون دولار للمسافرين اللي هو 30 دولار العفو 30 ورقة، بس هذول ينطون 10 اوراق فقط. زين ال 20 ورقة وين راحت؟ بيش السعر يابا؟ السعر 1,235,000، واللي هي المفروض لازم 1,232,000، ماخذين 3,000 فرق طبعا، ومنطينهم 10 اوراق، 10 اوراق فقط منطينهم. 20 ورقه مني وين راحت؟ هل استولى عليها المصرف او هي مودينها من من البنك المركزي للمواطن حصته بالناصريه؟ فيا ريت يا محافظ البنك المركزي، يا ريت تمنعون بيع الدولار للمسافرين. لو تنطون المسافر بالمطار حصرا، بالمطار حصرا، ولازم يجيب جواز السفر الأصلي وليس النسخة المصورة، لأن النسخة مال الجواز المصور وين ما كان بأي معاملة هسه بأي مكتب نطب نسوي جواز السفر وصورة تبقى عندهم. هاي أحد أوجه الفساد بالبنك المركزي. وطبعا أكو تواطئ من بعض الموظفين بالبنك المركزي مع الفاسدين.